السلام عليكم. في السطر رقم 3 معانا ده، هنا ده بيبقى خاص بأوبشنات الوش والظهر وشوية أوبشنات تانية هنعرفها دلوقتي. أوبشنات الوش والظهر، يعني إيه وش وظهر؟ يعني أنا النسخة اللي هصورها على ورق من الدرج عايز أصور على الوش والظهر بتاعها، تمام؟ إزاي؟ عن طريق اختيار الزرار ده أو الزرار ده، تمام؟ طب ده ليه وده ليه؟ إشمعنى ده وإشمعنى ده؟ طبعا احنا عندنا دلوقتي مكانين بنصور منهم الورق، على السكانر وفي الفيدر زي ما اتكلمنا، تمام؟ في حاله ان انا بصور دلوقتي الورقه وش وظهر من على السكانر، تمام، هتبقى كالتالي. دلوقتي هنشوف، هنجيب ورقه وهنصورها وش وظهر. مثلا الورقه هنحطها هنا كده، دي ورقه وعايزين نشوف ورقه تانية مختلفه، مثلا زي الورقه اللي هناك دي كده، تمام. عندنا ورقتين دلوقتي، تمام، زي ما احنا شايفين كده، الورقه دي والورقه دي عايز اطلعهم من المكنه على ورقه واحده وش وظهر. شايفين الاختيار بتاعنا على الشاشه؟ تعال نبص على الشاشه كده، تمام. الاختيار بتاع الدوبليكس على الشاشه هنا، الرسمه، تعال نبص للرسمه، تمام. ادي الرسمه، ورقه وورقه رايحين في ورقه وش وظهر، ورقه واحده، تمام. يبقى انا اخترت الاوبشن وهحط اول ورقه معايا كده، هنسي ان احنا هنصور من درج العرض، تمام، وهقوم منزل الفيدر بتاعي او مش هنزل الفيدر عشان اوريكم عمليه الاسكان بتتم ازاي، تمام. بس احنا لما نيجي نصور لازم ننزل الفيدر. هاخد اول وش، تمام، المكنه ما عملتش اي اجراء، ما اشتغلتش، ما سحبتش ورقه من الدرج لان هي مستنيه الوش الثاني بتاع الورقه او الورقه الثانيه اللي هتتصور، تمام. هاخد الورقه الثانيه اهي، هحطها هنا، تمام، هنزل الفيدر بس عليها عشان ما تعملش سوائل، وهدوس تصوير. المكنه كده خدت الوشين، هتسحب الورقه من الدرج، هتطبع عليها اول وش، وبعد كده الورقه هتخش على الدوبليكس هنا، هتقلب وهتخش على مجامع الطباعه تاني، تاخد تاني وش، وبعد كده تطلع من المكنه عادي زي كده. يبقى كده ادي وش، طبعا انا مصور اسود مش الوان. ادي كده وش الورقه، وادي كده ظهر الورقه، صورتها وش وظهر اوتوماتيك، تمام. طيب لو بصينا على الزرار اللي جنب منه هنا، تمام، اللي جنبيه اللي هو ده بيعمل ايه؟ ده بيصور وش وظهر برضه. بس تعالوا نبص بصه هنا كده على الشكل اللي موجود هنا، استنى اكبره لكم، تمام. الشكل اللي موجود هنا ورقه وش وظهر رايحه لورقه وش وظهر، طب ايه؟ مش فاهم، تمام. الاوبشن بقى التاني ده، الاوبشنين دول اتفصلوا لحاجه معينه اللي هي، هبسط الموضوع، هنختار الاوبشن الثاني وهنحاول زي ما عملنا في الاولاني، هنصور الورقتين. ادي اول ورقه هحطها، هصورها، هسحب سكان، تمام، وادي هحط ثاني ورقه، هسحب سكان، مفيش جديد جد علينا، يعني مفيش اي حاجه جديده جدت علينا دلوقتي. انا اخترت الاوبشن بتاع الوش والظهر، حطيت الورقة على السكانر، سحبت صورة، وبعد كده سحبت الصورة اللي بعد منها، المكنة اشتغلت، ولما اجي هبص على الورقة اللي جوه هلاقي نفس الورقة طلعت. ايه اللي حصل طيب؟ او ليه هما مميزين بقى الاوبشنين دول؟ في حالة احنا قلنا لما هنيجي نصور الورقة، يا بنصور من على السكانر يا بنصور من على الفيدر. في حالة ان انا بصور من على السكانر، الاوبشنين هيأدوا لي نفس الوظيفة بتاعتي، تمام؟ ان انا هحط الورقة سكان وهحط الورقة التانية والمكنة هتشتغل. طيب في حالة ما انا بتعامل مع الفيدر، انا لازم اميز له حاجه. الاصل اللي انا بصوره ده اللي عايزه يطلع وش وظهر، هل هو وش بس ولا هل هو وش وظهر وعايزه وش وظهر، تمام. بمعنى لو الورق اللي معايا وش بس زي كده، اللي هي ظهرها ابيض، وانا هاخد الوش بتاع كل ورقه اصوره وش وظهر، هختار الاوبشن الاولاني اللي هو ورقتين، الوش بتاع اول ورقه او الوش بتاع تاني ورقه يطلع لي في ورقه وش وظهر. انما في حاله ممكن تحصل لي ان انا الاصل بتاعي اصلا زي ده كده، يبقى هو وش وظهر وعايز اصوره، تمام. فانا عاملين الاوبشنين دول مختلفين عشان المكنه تعرف الورق اللي محطوط في الفيدر ده وش ولا وش وظهر. طب هناخد مثال، هنحط ورقتين في الفيدر، وهقول للمكنه هنا كده اخترت اول اوبشن، وهنقول للمكنه صوري لي الوش بتاع اول ورقه او الوش بتاع ثاني ورقه وطلعه لي في ورقه وش وظهر. اهو المكنه سحبت اول ورقه خدت الوش بتاعها، وسحبت ثاني ورقه خدت الوش بتاعها، وهتطلع لي الورقه الوش والظهر بتاعتي اللي هي هنشوفها طالعه دلوقتي، تمام.
اهي ادي الوش بتاع اول ورقه وادي الوش بتاع ثاني ورقه طلع لي ورقه وش وظهر. طب لو انا بقى الورقه دي هي معايا وش وظهر وعايز اصورها وش وظهر من الفيدر، لازم افهم ان الفيدر ان الاصل اللي محطوط ده وش وظهر. هختار الاوبشن 2 اللي هو المكنه من خلاله هتفهم ان الاصل اللي محطوط في الفيدر وش وظهر مش وش واحد. ادوس تصوير، المكنه تسحب تاخد اول وش وبعد كده تسحب الورقه ثاني تقلبها جوه تعديها على الازازه في الوش الثاني الازازه بتاعت الفيدر تمام، وبعد كده هتطلع لي تحت المكنه. طبعا عملت حشر هنا وبالمره نعرف الحشر بيطلع ازاي من المكنه تمام. اول حشره هيقابلنا في الفيدر زي ما حصل دلوقتي كده تمام. عندي اماكن ان انا بطلع فيها الحشر، ان انا لو فكيت هنا هلاقي مثلا الورقه قدامي زي كده تمام، هقوم مطلعها واقوم قافل المكنه تاني، علامه الحشر راحت، المكنه هتستنى ان انا احط الورقه تاني تمام. وغالبا بيبقى في جايد هو اللي بيعلق بتاع الوش والظهر اللي هو بيقلب الورقه تمام، هو اللي بيسبب لي الموضوع ده. لما تبقى المكنه مركونه كتير وما اشتغلتش الجايد ده بيبقى معلق، ممكن اصور اول وش هلاقي الدنيا كويسه معايا او حشرت هطلع الورقه هلاقيه بعد كده اشتغل كويس تمام. وطلع لي الورقه الوش والظهر بتاعي تمام، اللي هي الورقه اللي انا لسه مصورها دلوقتي تمام، اللي هي كانت فين، اللي هي تاني واحده من تحت ايوه تمام. فيبقى كده عرفنا ان اول اوبشن معايا هنا بياخد لي الوش بتاع اول ورقه والوش بتاع تاني ورقه بيطلعها في ورقه وش وظهر. الاوبشن الثاني يبقى الاصل بتاعي اللي معايا اللي انا هصوره تمام هو اصلا وش وظهر. كده نعتبر اتعرفنا على الاوبشنات بتاع الوش والظهر، بس في نقطه واحده عايزين نعرفها. لو انا في حاله مختار درج طولي ومختار اي حاجه من الاوبشنات بتاعت الوش والظهر وبصور هنا من على السكاي، معنى اخترت درج طولي يعني قلنا ان احنا هنحط الورقه بالمنظر ده تمام، هنصور هناخد اول وش تمام. لما باجي تاني وش اخد تاني وش في الورقه وهي محطوطه بوضعيه الطولي ما بقلبهاش كده، بقلبها كده تمام. نركز قوي في النقطه دي عشان لو عملت العكس الورقه هتطلع مقلوبه بالنسبه لي، هتصور وش وظهر وكل حاجه بس هتطلع الوش عكس الظهر تمام. ففي حاله ان انا بصور بالشكل الطولي طريقه الورقه ان انا بقلبها بالمنظر ده. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتعرف على ايه الاوبشنات تاني في نفس السطر ده المكنه ممكن تعمل.